خطر جديد يحدق بأضعف شرائح المجتمع، النساء والأطفال. أكثر من مليوني امرأة وفتاة في سن الإنجاب معرضة للخطر على الصعيد الصحي وعلى صعيد الحماية مع دخول النزاع في اليمن عامه الثالث بحسب تقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان. الصندوق وفي بيانه المتزامن مع ذكرى بدء عمليات التحالف أشار إلى أن انهيار الخدمات الصحية في البلاد قد يتسبب بوفاة 1000 من بين 800,000 امرأة حامل في اليمن، إضافة إلى ازدياد خطر حدوث المضاعفات أثناء الولادة. ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي أدى إلى إصابة ما يقدر بنحو 1,100,000 امرأة حامل بسوء التغذية، ما يعني زيادة في عدد الأطفال الخدج ومواليد يعانون من نقص في الوزن، فضلاً عن احتمالية تعرضهن لنزيف حاد بعد الولادة. النزوح وانهيار آليات الحماية بحسب البيان كان له أثره على النساء، خصوصاً وأنهن يشكلن نصف عدد النازحين، أي قرابة 1.5 مليون من أصل 3 ملايين نازح. فالتقارير تؤكد ازدياد حالات العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بأكثر من 63% خلال العامين الماضيين.